التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي سعيه إلى أن تكون مصر في صدارة الأمم. وقال الرئيس السيسي خلال كلمة له في حفل إفطار الأسرة المصرية إن الأمة المصرية العريقة التي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة وكانت رمزا للقوة. وأضاف الرئيس السيسي أن الشعب المصري كان هو البطل والمعلم الذي واجه الصعاب والتحديات. كما شدد الرئيس السيسي على الاستمرار في تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي القائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص. وتعهد الرئيس السيسي بدعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدأت منذ عودته لإطلاق الحوار الوطني في إبريل عام 2022. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ليلة القدر المباركة تعد موعدا سنويا متجددا لاستخلاص المعاني العظيمة والعبر السامية. وفي كلمته خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، شدد الرئيس السيسي على تضامن مصر مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفا أن مصر لن تتناوى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال والعمل على إنفاذ المساعدات إلى القطاع. كما أكد الرئيس السيسي موقف مصر الراسخ نحو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أعلنت حركة حماس أن وفدا برئاسة خليل الحياء القيادي في الحركة سيتوجه إلى القاهرة اليوم. وأوضحت الحركة أن تلك الزيارة تأتي تلبية لدعوة من مصر الذي تطلع بدور وساطة في إطار جهود استئناف محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي بيان لها أكدت حركة حماس رفضها التنازل عن مطالبها لإبرام هدنة مع إسرائيل في قطاع غزة، مشيرة إلى أن مطالبها تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من غزة وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم وإغاثتهم وإيوائهم، فضلا عن الاتفاق بشأن صفقة تبادل أسرى جادة. نددت منظمة الصحة العالمية بالدمار الهائل الذي لحق بمستشفى الشفاء في غزة من جراء الحصار الإسرائيلي الأخير، مشددة على أن المستشفى الذي يعد أكبر أصبح هيكلا فارغا إلا من الجثث أيضا. وتمكنت بعثة تابعة لمنظمة الصحة العالمية من دخول المستشفى بعد مجموعة محاولات باءت بالفشل، حيث وجدت البعثة دمارا هائلا واستمعت لشهادات تفيد بأن المرضى تم احتجازهم في ظروف مزرية أثناء الحصار مما أسفر عن موت العديد منهم. قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف كاثرين راسل إن حجم ووتيرة الدمار في قطاع غزة صادمة. وأكدت راسل أن العدوان الإسرائيلي تسبب في استشهاد أكثر من 13 ألف طفل فلسطيني وإصابة عدد لا يحصى من الأشخاص، وطالبت المسؤولة الأممية بوقف إطلاق النار في غزة الآن، لافتة إلى أن المدارس والمنازل والمستشفيات مدمرة، ومحذرة من أن المجاعة في غزة وشيكة. Children who are, you know, fleeing from their homes. So many children, as you can imagine, left from the north of Gaza. تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد نصف عام من العدوان الإسرائيلي على غزة. كما تم تنظيم مسيرات في مدن أخرى، حيث شارك زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد في واحدة في كفار سابا قبل مغادرته لإجراء محادثات في واشنطن. وأكدت وسائل أعلام إسرائيلية أن صدامات وقعت بين محتجين والشرطة في مسيرة في تل أبيب. حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من احتمال نفاذ الصواريخ الدفاعية الأوكرانية
إذا واصلت روسيا حملة القصف المكثف على بلاده باستخدام صواريخ بعيدة المدى. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا لديها ما يكفي من مخزونات الدفاع الجوي للتعامل في الوقت الحالي، لافتا إلى أنه أصبح يتعين عليها اتخاذ خيارات صعبة بشأن ما يجب حمايته. وأشار زيلينسكي بوجه خاص إلى الحاجة إلى منظومة الدفاع الجوي باتريوت، وقال إن أوكرانيا بحاجة إلى 25 منها. Тареб ми будемо міцніші. Аналогічне завдання поставив по ракетній програмі. Хитемо موجز التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.